السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأيامنا الحلوة أحلى حكاية. وحكايتنا اليوم طبعا تكلمنا ذيك النهار عن الفوال، واليوم نتكلم على مهنة ما يستغني عنها الفوال. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، وهذه المهنة يا حبايبي مهنة المعلم حق التميس. شايفين الفول والتميس؟ ويا سلامي على الفول والتميس البخاري. وكان عندنا في سوق الندى يا جماعة الخير، كان عندنا اثنين اللي اعرفهم يسووا تميس، كان الحاج علي رحمة الله عليه والعم محمد صالح البعداني، كانوا يسووا التميس، واحلى تميس، البسكوت والملبلب وابو السمن، تاكل تميس شي طرب. طبعا تنزل على هناك تشم ريحة التميس من مكان بعيد، اللهم صل على النبي، التميس ابو السمن يا سلام احلى تميس. فكان المعلم الحاج علي كان بعد حقونا للروس المندي، طيب، وعم علي عميرة في ذيك الناحية، وتغلق نهاية الزقاق داك تلف يمين تلتقي عم محمد صالح البعداني، برضو عنده التميس شاي على كيف كيفك، تميس ابو السمن والملبلب والطايفي وبسكوت وكل شيء. اللهم صل على النبي، تشم الريحه من على بعد مسافه، اللهم صل على النبي، واحلى تميس تاكله. ويا سلامي على الفول والتميس البخاري والمطبق ابو البيض واللحوح اليماني. وصلي على الحبيب قلبك يطيب. يسعد مساكم. وحكايتنا حكاية، وأحلى حكاية في أيامنا الحلوة الجميلة. السلام عليكم.